الو، اني عوفاديا. مين دابايا؟ اني شلومو كوهين سحيرة فرسكيم مدابر محفات فشكول. ايش لي عصرات غنيم شل افرسكيم ميازان هاتوف بيوتي روتسيلي في جوش وطخا كدي لدبر على محير. لو حبيبي يش ميتون هشوك لو يزبول كموت كزو شن اللي كسف لسلم لخا بن زمام عخشاف انيني معونيان لكبيل بن زمان كحت حصحورا ما احرش تمخور شالين بعت تقيم لخا شمعتي شاتخا تحر يسر لخين دي بارتي اتخا كما تشلم لو 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 زيلو كدايو فاديا عايز ياخدهم كلهم وبالقسطه ب$5,000 ابن الحرامين. اوكي عفاديا فاني مسكين نبقى جيش من مساعدات فشكول محارب ابوك بشعات تشع تزيق يا رافون. شالوم عفاديا. شالوم شالوم. وشك انشرح الزهر. التليفون ده جايب لك خبر كويس. لا والله يا مزراحي، ده تاجر من فشكول عنده شوية خوخ بايزين عايز يلبسهم لي. أما نشوف. خلاص مستعدين أخ ناجي؟ أيوة أبو حسين، هنمشي دلوقتي. السيارة جاهزة. الله يوفقكم. بالأمان. يا باشا أنا عايز أجي معاك. نضال وإبراهيم بس هما اللي هيجوا معايا. يا باشا إحنا بدأنا المهمة دي سوا، ولازم نكملها سوا. نضال وإبراهيم بيعرفوا عبري كويس، المزارع اللي إحنا داخلينها كلها يهود، مش عايز قلب الدماغ. إيه يا عم الحاج؟ أنت بتغير ولا إيه؟ احنا رايحين نجيب أسرة مش رايحين كارفور. اغير ايه يا ابني؟ ايه الكلام الفاضي اللي انت بتقوله ده؟ انا كنت شريك في العمليه دي من الاول ولازم يبقى لي دور لاخر لحظه فيها. ما خلاص دورك خلص يا ابو الكباتن، اللي نط نط وخلصنا، وانت عشان نطيت 2 متر هتفلق لنا دماغنا. اللعبه دلوقتي عايزه شاب زي عايزه واد معاه لغه كده ياخد ويدي في الكلام. انت عارف الباشا اختارني ليه؟ اصل احنا رايحين نجيب 7 دكوره ونتايه، هو بقى جايبني عشان اجيب له النتايه دي. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. يا اخي نبقى في المحنه دي وتفكر في المعصيه؟ معصيه ايه يا شيخ حسن؟ ما تخليك محضر خير، ده بدل ما تدعي لنا ان ربنا يوفقنا. ربنا يهدي. وانا مؤاخذه يا باشا، اللي بيحصل ده عيبه في حقنا. مؤاخذه؟ دي واخذه جامده يا باشا. الله، احنا عيال نوره وعفيجيه، يعني رجاله برضو يا باشا. وحد قال ان انتوا مش رجاله يا واد انت؟ الله يا باشا، ما هو بصراحه يعني ايه الواد ابراهيم اللي انت واخده ده؟ ولا البنت التانية اللي اسمها ندال دي؟ ايه ده يعني يا باشا؟ والله العظيم انا والراجل المتع ده ممكن نخطف لك اسرائيل ونجيبها لك تحت رجليك، ولو عايز كمان نجيب لك الراجل بتاعهم الكبير ده بتاع نتنياهو ده ونجيبه لك تحت رجليك يا باشا، بس انت تقشر. بس لا مؤاخذة يعني انت اللي مستقل بينا. هي خناقة في حارة دي انت؟ ده مصيبة. خدنا معاك يا باشا. الموضوع دلوقتي مش موضوع فلوس. احنا نفسنا نعمل حاجة يا باشا. واحنا في مصر كنا تاهين ورا لقمة العيش والحياة كانت واخدانا. انما لما جينا معاك هنا شفنا شباب بيضحوا بحياتهم عشان بلدهم وعرفنا هم بيعملوا كده ليه. وانت زار مش عايز تيجي انت كمان؟ اوعى تكونوا واخدين حبوب الشجاعه وانا مش عارف. انا عايز اكلم امي يا باشا، شوف لي اي طريقه تطمني عليها. انا متاكد ان حالتها دلوقتي بقت خالص. لما نرجع ان شاء الله هخليك تكلمها.